بشكر جدا الدكتور بروفيسور الاستاذ دكتور احمد عكاشه على السيشن اللي عملها لي امبارح في الحفل السنوي لجائزه احمد عكاشه السنويه للطب النفسي. الحقيقه كانت سيشن رائعه جدا عن التوحد او الذاتويه. هو دكتور احمد عكاشه يفضل ان يسميها الذاتويه والاوتيزم. ويعني النهارده كمان استمتعنا جدا بالمحاضره اللي القاها دكتور حسام بدراوي في اليوم الثاني للمؤتمر. كان حاجه ثريه جدا كالعاده. وفازت السنه دي فرحانه عشان اتنين طبيبات هما اللي فازوا بالجائزه احمد عكاشه. بشكره جدا على التكريم الجميل ده. الحقيقه يعني قد ايه الدرع ده ساعدني وابهجني اللي يكون عليه يعني اسم رمز مصري كبير ورمز عالمي زي الاستاذ الدكتور بروفيسور احمد عكاشه. بشكره جدا. كل سنه وهو طيب وعقبال.